يقول السائل: يقول شخص يستعمل الثوم للعلاج حيث أصيب بالثعلبة في شعر لحيته فيضع عصارة الثوم في مكان الداء، سؤاله: هل له أن يصلي مع الجماعة في المسجد مع وجود شيء من رائحة الثوم، مع أنه يقوم بغسل ذلك قبل ذهابه، أم يعذر بترك الجماعة؟ إذا كان له رائحة تؤذي المصلين فلا فهو معذور في ترك الجماعة إذا كان باقي الرائحة تؤذي المصلين، أما إذا كانت غسلها وذهبت وخفت صارت ما تؤذي المصلين، أو يضع عليها اللثام ويحجب الرائحة يصلي ما يخالف. نعم.